يا عروس الربا الحبيبة أبها، حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة وعلى الهواء مباشرة في برنامج درة الصيف من عاصمة السياحة العربية أبها، وتحديدا أبها الجديدة. مشاهدينا بداية أسعد نرحب بجميع الزملاء طاقم العمل، وأيضا نرحب بالزميلة إيمان الرجب. حياك الله إيمان. يا أهلا وسهلا فيك يا فيصل. وها هي سماء أبها تتزين بهذه اللوحة الفنية وبالإضاءات والألعاب النارية الجميلة والملفتة حقيقة للأنظار. فعلا يعني هذا المنظر يسر الخاطر ويبهج النفوس أيضا في هذه الزينة التي تتزين بها سماء أبها، وكل يوم نترقبها ونقول للمشاهدين فعلا يعني اللي يبغى يشوفها من أهالي المنطقة لابد يكون قريب منها. أجمل أكيد، وخصوصا اليوم بعد الأمطار اللي شهدتها عسير اليوم، كانت أمطار خير وبركة، ويعني الأجواء فعلا بعد الأمطار دائما تكون جميلة. واليوم دائما في الساعة 11 بالضبط في أبها تتوقف الحركة لمشاهدة الألعاب النارية. صحيح. وإحنا دائما ننقلها لكم على الهواء مباشرة، فاللي تفوته من غير أبها يقدر يشوفها معنا على الهواء في تلفزيوننا. أكيد مشاهدينا حلقتنا الثرية اليوم ثرية بضيوفها، وثرية وغنية أيضا بالألوان الجنوبية التي تشتهر بها هذه المنطقة، منطقة عسير. أكيد يسعدنا أن نرحب بضيوفنا الكرام الموجودين معنا. أكيد نرحب بالسيد حسن أبو نخاع اللي هو مهتم بالتراث والثقافة هنا في منطقة عسير. يا أهلا وسهلا فيك أستاذ حسن. حياكم الله جميعا، وأنا سعيد بوجودي معكم، وأسأل الله أن الله يوفق الجميع إن شاء الله، وتكون إن شاء الله حلقة مميزة ويستفيد منها الجميع إن شاء الله. أكيد. أيضا مشاهدينا لزور أبها يعني يشوف العسل موجود في أنحاء متعددة وعلى الطرقات، ونتحدث اليوم عن أنواع العسل في منطقة عسير. يسرنا يكون معنا عايض من حي عسيري مدير مهرجان العسل في أبها. حياك الله سعيد. الله يسلم إن شاء الله. حياكم الله، أنا سعيد بوجودي معكم في هذا البرنامج الجميل، إن شاء الله يعيننا وإياكم التوفيق إن شاء الله. حياكم الله. أكيد أهلا وسهلا فيك. وأيضا مشاهدينا الكرام يسعدنا أن نرحب بضيفنا الثالث معنا في هذه الأمسية الجميلة من أبها، المنشد عبد الله العمري. أهلا وسهلا فيك. حياكم الله. أهلا فيكم، الله يسلمكم، سعيد بتواجدي معكم اليوم، أمسي عليكم على ضيوفنا وعلى المشاهدين الكرام. يا مرحبا يا عبد الله. نبدأ طبعا في الفنون الشعبية في منطقة عسير، ولا شك أنها يعني تشتهر بفنون متعددة وكثيرة. نبدأ معك سيد حسن، نتحدث أولا عن اهتمامك في الفنون الشعبية، كيف بديت اهتمامك في الفنون الشعبية؟ والله بدايتي يعني من الصغر، يعني حقيقة من الطفولة، وهي هواية بالنسبة لي أنا، أنا ما أخذها هواية ورغبة، فأنا أرغب الألوان الشعبية وأحبها منذ الصغر، والحمد لله يعني لازلت أمارسها إلى وقتنا الحاضر هذا. ما شاء الله عساك على الصحة. ما شاء الله. الله جميل. هنا المنطقة يعني ما شاء الله تبارك الله غنية بالألوان الجنوبية الأكثر من رائعة، واللي تشتهر فيها هذه المنطقة منطقة عسير العرضة وغيرها من الألوان. حدثنا عن أهم هذه الألوان التي تشتهر بها المنطقة. والله زي ما تفضلتي وتفضل الأخ فيصل، المنطقة فعلا ثرية بألوانها التراثية، وحقيقة كل منطقة أو كل قبيلة في المنطقة الجنوبية لها لون معين ومشتهرة فيه. نعم. فعندنا الألوان هنا زي ما تفضلت عديدة، ولكن على سبيل المثال يعني عندنا ألوان رئيسية عندنا في المنطقة. مثل إيش؟ ومثل العرضة والخطوة والزحفة، وعندنا الزامل برضه اللي هو بداية لأي احتفالات، وفي المداقيل هذه تستخدم حتى المسميات دمة عسير. نعم. القزوعي. والقزوعي حقيقة ألوان المنطقة يعني عديدة، يعني حقيقة بس في مسميات واضحة من اسمها وفي مسميات يبالها الشرح، لكن مش راح احنا معك اليوم اللي تبغون احنا حاضرين الله. لكن نروح للعسل ونشوف اخبار العسل. دائما استاذ عايض يعني نشوف في منطقة عسير ينتشرون باعة العسل، وفي مهرجان ايضا مقام للعسل، كيف يعني نتحدث عن العسل والنحل في منطقة عسير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للعسل فهو سمة من سمات منطقة عسير، حقيقة عسير تتصف بهذه السمة الطيبة وهذا المنتج الجميل.
وحقيقة لله الحمد دولتنا الحبيبة ومسؤولين الأمانة ومسؤولي السياحة والزراعة مهتمين بهذه الخاصية بحيث أن يخرجون للمواطن والسائح منتج نظيف ومنتج يكون صافي من أي أمور تشيبه. ولله الحمد هذه السنة الرابعة نقيم مهرجان العسل في أبها، ولله الحمد كل سنة أفضل من السنة اللي قبله. نعم. وإن شاء الله أنه يحصل كل مرتاد لهذا المهرجان ما يريد من عسل وجودة، وخاصة أن العسل يتميز أنه الأكلة التي فعلا كل الشعب السعودي لله الحمد يحبها. نعم. لله الحمد مهرجان العسل الرابع تم افتتاحه من قبل سمو النائب الثاني أمير منصور المجرم حفظه الله يوم الأربعاء الماضي، وكان الافتتاح جميل وحصل على يعني تشريف سموه لهذا المهرجان وأعجب به إعجاب كبير. ولله الحمد الزوار الآن يزيدون كل يوم أكثر لمعرفتهم بهذا المهرجان، لأن هذا المهرجان يضم نخبة من النحالين والعارضين المتميزين في البلد، من حايل، من رجال ألمع، من العرضيات، من الباحة، من المخواه، من عسير. جمعتوهم في مهرجان؟ نعم جمعناهم، انتقيناهم لقوة حتى ناخذ أفضل العارضين للعسل. ما شاء الله جميل جدا يعني هذا التجمع حقيقة، يعني كل النحالين ذكرتهم في هذا المهرجان والكرنفال حقيقة الأكثر من رائع اللي هو مهرجان العسل. لو انتقلت لك المنشد عبد الله العمري، يعني بدايتك الفعلية تقريبا منذ 4 سنوات، وش أكثر يعني قصيدة تحس أنها هي اللي جابت لك الشهرة وضربت معك؟ والله أول قصيدة طبعا هي أول شيء لي، قصيدة من كلمات الشاعر رايد بن نملان الحبابي، والألحان كان فلكلور شعبي وتقريبا مطور شوي ومن أدائي، وكان تقريبا لون شعبي. هي أول بعنوان خيط الأمل، أول شيء بديت بها وحسيت أني طب نسمعها منك. طيب ليلة القصايد قمر وبروج، ليلة القصايد قمر وبروج، الفجر ما بانت انفاسه والحرف بين الغيوم يسوج، والحرف بين الغيوم يسوج، يلعب على دقة جراسه، يلعب على دقة جراسه، ما كل فوج يعد الفوج، ما كل فوج يعد الفوج، لو ضاع صعبه ومن حاسه، خط القلم باهت ومعوج، خط القلم باهت ومعوج، ما بان خطه بكراسه، ما بان خطه بكراسه، باب العنا لو بقى مهجوج، باب العنا لو بقى مهجوج، راعيه يبلش به وجاسه، محرك البحر كود الموج، محرك البحر كود الموج، وبنك الشقا ما اعلن فلاسه، وبنك الشقا ما اعلن فلاسه. الله عليك الله عليك، صوت جميل. ارجع لك اكيد استاذ حسن، يعني تهيض مع يعني الشيله اللي شالها عبد الله، وذكرتك ايضا بالفنون وانواع يعني العرضات الموجوده، ولا شك يعني انك انت كنت قائد فرقه يعني في السابق، يعني كيف تشوف الالوان الشعبيه الجنوبيه وانتشارها الان مع موجه الشيلات اللي نشوفها؟ والله الحمد لله والشكر لله، الوان الالوان عندنا الالوان الشعبيه سواء في كلماتها، سواء في الحانها، سواء في ادائها، يعني تتميز بحاجات يعني حتى لو انت من اهل المنطقه تضرب لها. صحيح. حكم ايش؟ حكم طبيعه المنطقه. نعم. حكم طبيعه المنطقه لها دور في الشيء ذا. فالاصوات اللي يشلونها الاولين ويشلونها الشباب الان اللي الموجودين طبيعي لا شعوريا كذا تحس انك الان عبد الله لما شال
تحس كلنا مع صوته بدأنا نتفاعل لأن صوت لون جنوبي. نعم. لون جنوبي وخلانا نذهب بفكرنا البعيد. فهذا اللي يميز ألوان المنطقة. نعم. لكن لو سألتك يعني أستاذ حسن، هل اختلفت زمان عن الآن الألوان الشعبية؟ والله ما اختلفت، اختلفت بعض الحاجات. مثل إيش؟ ايوه الحين يعني على سبيل المثال انا كنت ازيف في العرضه. زمان كان ما ينزل المزيف الا واحد او اذا اثنين. في احد يسال يعني ممكن ما يعرف ايش معناته مزيف؟ المزيف اللي يلعب بالصفوف ويكسر بهم. يعني القائد المايسترو يعني. المايسترو نعم. يعني يخش يرفعون معه، يهكبون معه. أي. يكسرون معه. حلو. هو المسؤول عن اللعب كله. نعم. كان زمان واحد، كان زمان واحد الآن إلى اثنين. الآن يعني بعض الحفلات خمسة ستة، خمسة ستة سبعة. شلون بتبعون خمسة ستة في هذه مشكلة التراث كيف المحافظة عليه. أي. يجب أن نحافظ على التراث بألوانه وبأدائه الجميل الذي عرفناه من الأجداد والأباء. اللي على فكرة يعني أنا بتكلم على سبيل العرضة، يعني على سبيل المثال في العرضة. العرضة لها نظام معين. أنا أعرفه لأني ما خشيت في العرضة هذه إلا بعد ما اكتسبت الخبرة. جميل. وما نزلت في وسط الملعب ألعب إلا بعد ما إيش أخذت الخبرة من اللي سبقوني. كيف الأداء وتعلمت منهم كيف كان الصف يلعب وكيف هذا كيف يطلع. لها نظام معين. يعني حتى الرجل تلعب باليمين، تطلع باليمين، تكسر باليمين. معظم الشباب اللي الان اللي زي ما تفضلت اللي 7 و7 ما يعرفوا الكلام ذا. هي لها نظام، لازم انت كمزيف او تلعب بالصفوف لازم توزن الصفوف، لازم توزن الصف وتوزن ادائك معهم وتوزن مع الطبل مع الايقاعات ومع الصوت. ولما تنوزن الصفوف كلها وتكون جاهزه معاك تبدا تكسر. الحين معظم الشباب ما يعرفون الشيء هذا، بس هو يفكر انه ينزل في النص ويطلع ويلعب يعني مجرد اداء فقط. مجرد اداء. طيب طيب اوكي استاذ حسن، ننتقل لك استاذ عايض، نتحدث عن العسل. يعني الواحد اذا جاي يشتري عسل مثلا يقول كيف اعرف ان العسل هذا انه صحيح فعلا عسل طبيعي ومو مغشوش؟ يعني اكيد انه الموضوع هذا اكيد يحتاج لمختبرات، لكن هل في طرق ممكن بالنظر باللون مثلا يكون يعني انه معروف انه عسل طبيعي 100%؟ والله بالنسبه لهذا الخاصيه تكون عن طريق الذوق. يعرف بالذوق، يميز بين العسل الطعم السكري الطبيعي اللي من نفس العسل وبين السكر الصناعي. فالذوق هو اهم شيء في معرفه العسل. نعم. اهم خاصيه لانك تعرفها بالذوق. ثم بعد ذلك الشم، في ناس يوضح بالريح. نعم بالريح، بريحه ريحه العسل او يشم العسل يعرف هذا النوعيه انها من الزهره الفلانيه. هذه تاخذ كلها مع الخبره مع الممارسة. بس المشتري العادي ما يعرف الشيء. الشخص اللي من أول مرة صعب يميز، لكن الشخص اللي ممكن يضحك عليه يعني. نعم ممكن. أنا سمعت في عدة طرق فيصل، يعني ممكن أنك تستكشف فيها هذا طبيعي ولا صناعي. يقول لك أول شيء إذا ولعت فيه بالولاعة إذا شعل معناته سكر يعني مزيف مو طبيعي، ما أدري أنت صح لنا المعلومات. وسمعت أيضا أنه لو تجمع عليه تراب فهو ظاهر طبيعي. هذه شغلة من الشغلات برضو اللي سمعناها. وإذا مسكته كذا وتقطع معناته مو طبيعي، أما لازم ينزل مرة واحدة. إذا تقطع بس برضه. إذا تقطع. سمعت أنا. إذا تقطع ما هو طبيعي. والله قرب. لكن إذا قلت إذا انقطع ورجع مرة ثانية هذا كويس. فأنت. لا ما أدري. كل هذه التجارب اللي ذكرتيها. الحديد والحديد يذوب من النار. كل أحد الحديد يذوب من النار. جميل. فكل هذه التجارب غير صحيحة. الصحيح في كل معرفة العسل هو أمانة الشخص والمختبر. هذه مشكلة. نعم هذه واحدة. الأمر الثاني الذوق فقط، يفرق الإنسان بالذوق، هل هو سكر طبيعي طعم طبيعي من الناحية نفس العسل أم أنه مصنع يكون هذا العسل. نعم. مضاف إليه مادة سكرية خارجية. أيوة. يتبان فيه أكثر ما يعرف ذوق العسل معرفة الطعم، هل هذا عسل
او انه سكر هم النساء لانهم يعرفون طعم الذوق بالاكل والشرب، يعرفون حس التذوق. واذا تقطع طيب ما لا، هذه الاشياء كلها غير صحيحه. غير صحيحه، ما ثبت شيء يعني علميا ان سحب العسل او الورق او الفاين او التراب او حرقه في النار انها او الثلاجه، ابدا. كلها ما شاء الله اهل مكه ادرى بشعابها. نعم، اخبر في هذا الموضوع. كلها تجارب الناس يخترعونها من عندهم. نعم. ولا الصحيح هو الذوق. جميل. وامانه الشخص. طيب نرجع لكم ضيوفنا الكرام، ولكن مشاهدينا الكرام بعد أن أتوقف معكم في هذه الأمسية الجميلة مع فاصل، وبعدها نعود معكم، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا من جديد في هذه الليلة الجميلة من وسط مدينة أبها في برنامج درة الصيف. مشاهدينا، نتحدث اليوم في برنامجنا عن مواضيع متعددة، ولكن سوف نعود إلى ضيوفنا. ننتقل للزميل محمد الأحمري، وزي ما عودناكم في كل حلقة الحضور الموجود بالقرب من موقع التصوير لهم نصيب، نسولف معهم ونسألهم أيضا نعطيهم هدايا. تفضل يا محمد إذا جاهز. محمد، طيب أرجع لك عبد الله ونتحدث معك يا عبد الله عن الشيلات. يعني ما شاء الله إحنا كل يوم يعني في برنامجنا نسمع صوت جديد وصوت مختلف عن الصوت السابق. نتحدث معك عن أبرز الألوان اللي دائما تحاول تحافظ عليها وتشيلها دائما، هل فقط جنوبية أو في ألوان ثانية؟ والله بخصوص أني من الجنوب، من أهل المنطقة، أكثر اهتمامي طبعا في الألوان الجنوبية، حيث أنك أنت إذا ابن المنطقة وما اهتميت بلون الجنوب من يهتم فيه؟ ممتاز. فأحاول بقد ما أقدر أني أظهر بالألوان الجنوبية في أغلب أعمالي. جميل. وكيف تجد المنافسة يعني لو سألتك عبد الله؟ يعني ما شاء الله أهل الجنوب يعني في كثير من الشباب الصاعدين في هذا المجال في الإنشاد وفي هذا العالم، كيف تجد جو المنافسة؟ والله الساحة الحين مليانة، الساحة مليانة والمنافسة مشتعلة، ولكن الجمهور هو اللي يقيم. يعني كل الحين واحد بيقدر ياخذ كلمة وياخذ لحن وينزل يسوي أي شيء، لكن هل تعجب ذائقة المستمع أو لا؟ كيف أنت برأيك ممكن تعجبه يعني ذائقة المستمع، أو كيف المتذوق يحب ذي الشيلة؟ الكلمة المناسبة، اللحن المناسب، وكل شخص سبحان الله له ذائقة مختلفة. هذه هي. نعم، جميل. جهز معنا زميلنا محمد الأحمري، وكما ذكر فيصل فعلا الزوار هنا لهم نصيب كبير معنا في برنامج درة الصيف أبها. ننتقل إليك زميلنا محمد، تفضل. حياكم الله متابعينا الكرام في فقرة أسئلة وجوائز من على هذه الإطلالة الأكثر من رائعة هنا على بحيرة سد أبها. متابعينا الكرام، نبدأ وعلى بركة الله مع أول المتسابقين المتواجدين معنا في هذا المكان. تفضل معنا. الله يحييك، عرفنا باسمك. عبد العزيز الدوسري. عبد العزيز من وين جاي؟ من مدينة الدواسر. الله يحييك عبد العزيز. كيف كانت الأجواء في مدينة أبها؟ ممتازة. مستمتعين ومبسوطين؟ الحمد لله. الحمد لله. احنا عندنا لك سؤال وثلاث اختيارات. سؤالنا يقول: اول متحف يعرض التاريخ العمراني والحضاري في المملكة، ما هو؟ الاختيار الاول متحف دار المدينة بالمدينة المنورة، المتحف الوطني بالرياض، متحف جدة. انت كذا يعني وش ترجع؟ في خيارات مساعدة شيء. نعطيناك ثلاث اختيارات، بنحذف لك خيار. متحف دار المدينة بالمدينة المنورة او المتحف الوطني بالرياض. متحف المدينة المنورة. آخر كلام. آخر كلام إن شاء الله. متأكد؟ إن شاء الله. الإجابة صحيحة، ويعطيك العافية وألف مبروك. هذه الجائزة مقدمة من أطياب النعمان، تستاهل، يعطيك العافية. تستاهل الطيبة. متسابق آخر، تفضل. الله يحييك، عرفنا باسمك. الله يبقيك، معك ثلاب الدوسري. ونعم، ما شاء الله دواسر اليوم مشاركين معنا كثير، الله يحييكم في أبها. سؤالنا يقول: أين تقع حديقة الفيروز؟ مرت عليك الحديقة هذه قبل كذا؟ والله تقريبا لو فيه طيب
الخيارات تقول ينبع الصناعية تبوك الرياض. ودي توجه الكاميرا. لو تحذف إجابتين. لو حذفنا إجابتين جاوبنا. أحذف لنا شيء. طيب بنساعدك بنحذف لك ينبع الصناعية أو تبوك. أعتقد تبوك. ينبع الصناعية. آخر كلام. آخر كلام. يعطيك العافية الإجابة صحيحة. هذه الجائزة مقدمة من أطياب النعمان تستاهل. ألف مبروك. يعطيكم العافية. تفضل معنا. عرفنا باسمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مبارك فلاح الشهران مبيش. ونعم. الله يحييك أخ مبارك. جزيرة المرجان أول جزيرة اصطناعية بالمملكة. أين تقع؟ مرت عليك؟ المرجان. نعطيك ثلاث اختيارات وعاد. جازان، رابغ، الدمام. في الدمام. آخر كلام. متأكد. متأكد. يعطيك العافية الإجابة صحيحة وألف مبروك. هذه الجائزة مقدمة من أطياب النعمان تستاهل. تفضل معنا. الله يحييك. عرفنا باسمك. معك صقر عسير حبيبي. ونعم أخ صقر. سؤالنا يقول شلال الدهناء من المعالم الشهيرة. طبعا هو موجود في واحدة من المحافظات. حائل، صحراء الدهناء، تنومة. كذا وش توقعك يعني؟ احنا سهلنا لك. والله الدهناء أتوقع. صحراء الدهناء. صحراء الدهناء تتوقع أنها محافظة؟ والله على الاسم يعني من السؤال. بنحذف لك صحراء الدهناء علشان ما عيد السؤال مرة ثانية. يقول لك جزيرة المرجان أول شلال الدهناء من المعالم الشهيرة في واحدة من محافظات المملكة. تنومة أو حائل؟ لا تنومة. تنومة. آخر كلام. تنومة خلاص. الإجابة صحيحة. يعطيك العافية. وهذه الجائزة مقدمة من أطياب النعمان تستاهل. تفضل معنا. الله يحييك. الله يبقيك. عرفنا باسمك. أقرب معنا شوي. سعد السبيعي. ونعم يا أخ سعد. كيف الأجواء في مدينتك؟ لا والله ممتازة الحمد لله. جاي من الرياض ولا من وين؟ لا والله من رنيا. الله يحييك. سؤالنا يقول أين صنعت أول كسوة للكعبة؟ المملكة العربية السعودية، مصر، الكويت. مصر. آخر كلام. آخر كلام. متأكد من متأكد. الإجابة صحيحة. يعطيك العافية. هذه الجائزة مقدمة من أطياب النعمان تستاهل. تفضل معانا. الله يحييك. عرفنا باسمك. سعود مملح الدوسري. طبعا. ونعم يا أخ سعود. من الذي قيل عنه في شعره ينحت من صخر؟ جرير، الجاحظ، الفرزدق. احذف إجابة. نحذف لك إجابة. جرير أو الجاحظ؟ توكل على الله. الجاحظ إن شاء الله. آخر كلام. نقول إن شاء الله. الإجابة صحيحة. يعطيك العافية وألف مبروك. هذه الجائزة مقدمة من أطياب النعمان تستاهل. تستاهل الطيب. الله يعطيكم العافية. في أحد مشارك؟ تفضل. الله يحييك. عرفنا باسمك. سعد مبارك الشهراني. ونعم يا أخ سعد. سؤالنا يقول ما هي أول عملة إسلامية؟ بنحذف لك إجابة على طول. الدينار الذهبي أو الدينار الفضي؟ أنت وش تتوقع؟ والله أتوقع أن الدينار الذهبي. كلام نهائي. والله الدينار الفضي. خلك على الذهبي الإجابة صحيحة. يعطيك العافية. مبروك. هذه الجائزة مقدمة من أطياب النعمان. شكرا لك. يعطيك العافية. متابعينا الكرام، نهاية فقرتنا مع الأسئلة والجوائز، وحتى ننتقل إلى فقرة المبدعين والمتميزين. الصوت والصورة إليك فيصل إيمان. تفضل. حياكم الله مشاهدينا من جديد. شكرا لك يا محمد. نرجع لضيفنا عبد الله العمري ونسمع لون جميل وهو الزامل في المنطقة الجنوبية. تفضل يا عبد الله. طيب الزامل هذا طبعا من كلمات الشاعر الكبير المبدع محمد بن نغموش، ومسي عليه ابو عبد الرحمن بالخير اذا يشاهدنا. وهو من ضمن اوبريت وطني هويتي المقام في سرات عبيده، واللحن طبعا في الكرور المطور. ألا وله يا الله يا عالم بما تخفي سريره، تحمل وطن من كل صوب. ألا وله يا الله يا عالم بما تخفي سريره، تحمل وطن من كل صوب. والثانية في علمنا علم السلامة والستيرة، سلم من أسلومه.
والثانية في علمنا علم السلامة والسترة، سلم من أسلوم الجنوب، والثالثة يا مرحبا يا من لف ومن كل ديرة، ما لاحب الراق النصوب. سلامتكم. صح لسانك ما شاء الله، يعطيك العافية. لو رجعنا لك أستاذ عايض وتكلمنا شوي عن العسل ومهرجان العسل أيضا، نتكلم شوي عن أنواع العسل. يعني سبحان الله حتى يعني العسل فيه شفاء للناس، وحتى الأنواع نفسها كأنواع، يعني كل نوع سبحان الله. يوم أنا جيت زرتكم في المهرجان كل نوع فيه شيء معين يختلف عن الثاني وفيه فوائد مختلفة عن الثاني. خلينا نتكلم شوي عن هذه الأنواع وعن فوائدها أيضا. بالنسبة لأنواع العسل، أنواع العسل كثيرة حقيقة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى اللي تميز به بلدنا الحبيب، أن أنواع العسل كثيرة. العسل المميز اللي أكثر نوع من أنواع العسل اللي تميز به المنطقة هو عسل المجرى، عسل الأبيض. هذا له ميزة كبيرة وفوائد عظيمة، ويتميز به منطقة عسيرة، يعني يعتبر هو أفخر شيء وأجمل أنواع العسل حقيقة. أفضل أنواع العسل. نعم، اللي هو عسل المجر، عسل الأبيض. نعم. مناطق أخرى ما تهتم فيه اهتمام كاهتمام أهل الجهة. حسب يعني يمكن الزهور أو الزهرة لا نفسها. هو يعني غالباً هو غالباً على الحجاز. ينبت على الحجاز. من الطائف حتى جنوب المملكة. يعني تهتم بهذا ينبت فيها. جميل. ويتفخرون به، كان يهدونه الأولين السابقين يهتمون به ولا يحبوا إنتاج له. ومع تقدم مع كثرة المناحل صارت فيه الآن مراعي أخرى تنتج عسال أخرى. بعد ذلك عسل السدر، عسل السدر برضه عسل يعتبر من أفضل أنواع العسل بعد المجرى، ونعتبره أغلب الناس أو أكثر الناس يعتبره ملك العسل لفوائده وخاصيته وذوقه، طعمه بارد وجميل. جميل. وفوائده العلاجية لأنه جميع أنواع العلاج، تقرحات. نعم، يفيد التقرحات، جرثومة المعدة، الكيلون، مفيد لها عسل السدر لأنه بارد ولا يسبب مشاكل. بعض العسال الأخرى تكون حارة على اللي عنده قيلون أو التقرحات أو جرثومة المعدة. بعض العسال الأخرى فيها ارتفاع في إنزيماتها تؤثر عليه سلبا. جميل. ولا هي مفيدة لكنها تؤثر عليه لأنها حارة. العسل فيه شفاء للناس. نعم فيه شفاء. نعم. نعم. أنت قلت أستاذ حسن نتحدث الآن عن موضوع يعني ممكن نشوف الآن في الزواجات وفي المناسبات، إنه الشيلات بدأت تحل يعني محل الألوان الشعبية اللي تغنى بأصوات الرجال. يعني الآن نشوف السماعات أحيانا بس أشبك على اليوتيوب وأبد أسمع. هل يعني هذا شيء صحي للموروث الشعبي؟ والله شوف، الشيلات أنا معها وضدها، معها في أمور وضدها في أمور. إذا اتخذت الطريق الصحيح اللي يهم الموروث ويهم القبيلة ويهم اللون نفسه. جميل. هذا لا بأس به. لكن بعض الشيلات، يمكن الأخ عبد الله يعرف الشيء ذا وأنتم تعرفون الشيء، بعض الشيلات يعني اتجهت اتجاه يعني منبوذ وما هي صحيحة وفيها عنصرية وفيها زي كذا، هذه نتجنبها ويجب علينا احنا نتجنبها كلنا. الشيلات الآن في المناسبات، والله لأن الحفلات الآن يعني واحد عنده ضيفان قليلين، يعني ما عنده ناس كثيرين ويحب يختصر حفلة، لذلك يجيب شيلات وغير مكلفة، اللهم يجيب السماعات ويجيب. لكن لو فكر أن يصلح حفل، طبعا الحفل مكلف. صح. سواء من شعار، مطبلين، مصورين، سماعات، أمور واجد يعني، فيصير يختصرها على شيلات، والشيلات توفي بالغرض. جميل اللي حاصل. نعم. يعني لو انتقلت لك عبد الله ونبغى نسمع شيء من انشادك، وش تسمعنا؟ طيب والله انا اغلب اللي محضره اليوم الوان جنوبيه، حكم الحلقه وبحكم معنا
الأستاذ حسن بنخاع، سعيد بتواجده وتواجدكم جميعا. نسمعكم لون من ألوان العرضة اللي هو لون المسيرة تقريبا. الأستاذ حسن يعرف اللون هذا. يا لا 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 يا لا 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 والرصاص يثوره قد حل فتايل واشتبابها والرصاص يثوره قد حل فتايل واشتبابها يا الله يا رحمن يا رب على سبحانه الرحمن ربنا سبحانه اللي جل في ذكره وجل اسمه لا إله إلا أنت يا ربي عليك الشان والتوحيد ذكرك اللي كل ما جانا يريح خاطري ذكرك اللي كل ما جانا يريح خاطري وفادي يا الله يا ربي تريح خاطر المصطاق يا رحمن يا الله يا ربي تريح خاطر المصطاق يا رحمن فأنا افتكرت القصيدة هذه بحكم أنها في الإله سبحانه فقلنا نجيبها هذا لون طبعا من ألوان العرضة جميل. ويمكن الأستاذ حسن يعطيك العافية نتحدث عن هذا اللون لكن مش نتوقف مع تقرير في السودة والقرية التراثية بالسودة وفي هذه الأجواء ومع تزامن فعاليات الصيف تكثر مثل هذه المهرجانات للأطفال ولأفراد الأسرة نتابع مستثمرين لأول سنة وجدنا إقبال كبير جدا عدد كبير جدا من وقت مبكر من طوال اليوم إلى نهاية إن شاء الله شهر 12 حنكون معكم في حيوانات في ألعاب في جميع الفعاليات المسرح على طول شغال رحب بكم دائما في قرية عسير التراثية أهلا وسهلا بكم دائما ونعدكم إن شاء الله بالأيام القادمة ستجدون الأفضل والأفضل بإذن الله تعالى مهرجان قرية عسير التراثية هو مهرجان يعنى بالأسرة والطفل وهو من ضمن المهرجانات التي طبعا تقع تحت مظلة أمانة منطقة عسير والقائم عليها مؤسسة أضواء الفكر تنظيم الفعاليات والاحتفالات طبعا هذا الموقع يقع على مساحة 20,000 متر مربع وطبعا هذه السنة تم تطويره بحيث يتناسب مع احتياجات الأسرة وتزويد الموقع كما ترون بمدينة ملاهي متكاملة عندنا فعالية للفنانين التشكيليين والحمد لله قدرنا نجمع الموروث في 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 المنطقة منطقة قرية عسير التراثية عندنا مجموعة من الفنانين اللي شاركونا في المرسم هنا العز والفعل والحزم ابشر بعزك في اللقايا وطنا حنا لها حنا هل الباس والعزم اللي انت خينا ما لها غير حنا يا ابو فهد يا ابو فهد لبيه بالحرب والسلم بشاية الله كلمته ما تثنى عن اليمن عن اليمن لا اليا تحرك جيشنا
جميلة فعلا بقرية عسير التراثية، وأيضا هنا أجواءنا الجميلة اليوم كان أجواء ممطرة ورائعة، وإذا سمعتوا أصوات الملاهي والناس والزوار ما شاء الله والسواح أيضا أجواء جميلة في أبها البهية. ننتقل لضيوفنا الكرام. لك أستاذ حسن، لو تكلمنا شوية عن الموروث الثقافي، يعني أدرجت الهيئة العامة للسياحة والآثار الموروث الثقافي كمنتج سياحي هام، إيش رأيك بهذا الاهتمام وهذا الحرص أيضا؟ والله هو الحاجة المسؤول عن التراث في المنطقة في المملكة العربية السعودية مشكورين، وأنا لاحظ في الآونة الأخيرة فعلا فيه اهتمام من قبل سمو سيدي الأمير سلطان بن سلمان ومن القائمين على المنظومة، وأشوف فيه اهتمام يعني، والاهتمام حقيقة ما يكون حتى منهم، المفروض حتى الاهتمام منا إحنا والمحافظة على التراث. أنا دائما أركز في مقابلاتي وفي مواقعي اللي دائما أروح لها أركز على الاهتمام بالتراث والمحافظة عليه، مو الاهتمام وبس، الاهتمام والمحافظة، المحافظة على التراث. التراث تتطور فيه، ما أنا ما أنا غير أنا مقابل يعني معارض على 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 التطور. يعني بعض التطور ما خدم الموروث، بالعكس أثر على الموروث، ويعني ما عاد ما عمل لها الإضافة اللي يعني الناس يرغبونها والناس يحبونها. يعني قصدك الحفاظ يعني عليه شوية. الحفاظ ما يكون بهذا التطور يعني؟ لا ما يكون، يجب أنه يكون بأساساته الأساسية اللي معروفة عندي وعند الآباء واللي أنا أخذتها من الآباء ومن الأجداد. الموروث يجب المحافظ عليه من أساساته الأساسية. يعني على سبيل المثال الحين بعض الحفلات يعني دخل علينا الآن في لون العرضة ولون الخطوة ولون الزحفة الأورج. طبعا الأورج يعني وأنا واحد منكم لأول ما أسمعه أطرب له، لكن هل إضافته للموروث صحيح أو مو صحيح؟ أنا وجهة نظري إنه ما خدم الموروث، خدم المتابعين والجمهور بس، لكن خدم الموروث في تطورها، وإنه يعني إضافة يضيف حاجة جميلة ويقع أسرع. ويقع أسرع بس. أنت قل لك أستاذ عايض، لما نتحدث عن العسل الآن يعني ما شاء الله مهرجان العسل موجود في أبها وفي تحديدا في أبها الجديدة، هل يعني اللي يبغى يشتري عسل اللي توجه لكم تضمنون له العسل 100%؟ بالنسبة للمهرجان الحمد لله ما أخبرتك الأول أن كل العارضين تم انتقاؤهم، هذا أولا. الأمر الثاني تم تحليل العسل كامل، ممتاز، أخذ العسل الموجود في المهرجان ويحلل في مختبر أمانة عسير، ممتاز، ثم إرجاعه إلى العرض، ولله الحمد كلهم حصلوا على جودة وعلى جودة عالية وسليم من جميع الشوائب. يعني يشتري الواحد ومطمن، مطمن المهرجان يشتري مطمن. أضيف أخرى نقطة سابقة اللي هي أنواع العسل، باقي عسل الطلح وعسل السمر، هذا نوعين من العسل الجميلة وعسل مفيدة علاجيا، الإنسان يستفيد منها بالعلاج، هذه من أنواع العسال التي يستفاد منها حقيقة، وهي يعني لابد أن يكون الإنسان عنده في بيته مع مولوده. اللي هو نوعين الشكر، عسل السمر وعسل الطلح، هذه عسال جميلة وعلاجية. في نقطة كثير من الناس يأخذ العسل يشتري يدفع فلوس مبلغ 400 ريال 500 ريال في الكيلو مثلا ويحطه في الدولاب أو الثلاجة ويقول وقت ما أحتاجه بأكل منه. أنا أقول خلي فلوسك في جيبك أفضل. إيش الصح؟ الصح العسل لابد تأكله يوميا. حلو. تريد تستفيد من العسل لابد يوميا تأكله. على الريك. على الريك قبل الأكل. أفضل شيء. واللي عنده مشاكل باطنية لابد ثلاث مرات في اليوم، اللي عنده مشاكل البطن أو قرحة وجرثومة ومشابه ذلك لابد يستخدمه في اليوم ثلاث مرات حتى يشعر بالفائدة. الآن كونك تأخذ العسل وتحطه في الدالوب وما تحتاجته تأخذه وقلت لي ما استفدت، العسل هذا مغشوش، عسل ما منه فائدة، لا هذا كلام غير صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول الكتابة فيه شفاء للناس، سبحان الله، صحيح. لكن لابد الاستمرارية في استخدام العسل، مو مرة واحدة في الأسبوع ولا مرتين، لا لابد تستمر على العسل يوميا أو أقل شيء شهرين إذا كان عندك مشكلة حتى بإذن الله تشعر بالفائدة. أكيد. بعض الناس يأخذه يقول والله ما استفدت من العسل، هذا العسل غير صحيح بسبب أنه ما يعني ما استمر على استخدامه. في نقطة مهمة، كثير من الناس يأخذ العسل وإذا تركه عنده في الدولاب مثلا وجد العسل هذا تغير شكله،
من ناحية أن تبلور مثلا صار تحبب العسل صار في حبيبات، هذا العسل جودة، التبلور في العسل هذه جودة ليست صفة سيئة في العسل، بالعكس العسل إذا تبلور هذه صفة أفضل ظلية فيه وتجعله يرتفع، يعني إذا كان نسبة 50% صار 100% جودة بسبب إيش؟ التبلور، لأنها خاصية من خصائص العسل أصلا. كون العسل يكون سائل لا ما هو صحيح. وكل أنواع العسل هذا التبلور إذا حصل في هذا العسل تبلور أي نوع من أنواع العسل هذا معناته أن العسل هذا جودة. ما شاء الله، وهذه يمكن معلومة يجهلها كثير من الناس. كثير من الناس يفكر العسل هذا يتبلور أنه خلاص صار أنه سكر، لا ما هو صحيح. التبلور شو هو؟ اجتماع زهور كثيرة مع في هذا العسل، صار عدة زهور موجودة لما تجتمع مع بعض هذه الزهور لازم تبلور. جميل، هذه معلومة مهمة جدا. لو كانت هي نوع زهرة واحدة تصير يستمر طبيعي عسائل ما يتغير، لكن إذا صار معها زهور أخرى في تجعل تبلور، وهذا يمكن بيعطي قيمة أكثر أكثر وأكثر. نعم، خلينا ننتقل لعبد الله العمري ونتكلم شوية يمكن عبد الله عن وسائل التواصل الاجتماعي اللي صار ما في غنى عنها أبدا في أي حال من الأحوال. يعني برأيك أنت كساحة الإنشاد والمنشودين، إيش أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في إعطائكم الشهرة وفي وصولكم أكثر لأكبر عدد ممكن من الجماهير؟ طبعا وسائل التواصل الاجتماعي سهلت علينا طرق عديدة. نعم. وأهم نقطة اللي سهلت علينا وصولنا للمتابعين وللجمهور. يعني أول لما تبغى تظهر نفسك أو تشهر نفسك عن طريق تلفزيون ويصعب الوصول إليه، أو عن طريق صحف أو عن طريق مصورين أو كتاب، وين تلقاهم؟ من اللي بيوصلك للتلفزيون أو للصحيفة أو؟ لكن حاليا بمجرد انك تفتح حساب في السناب في تويتر في اي موقع في يدك وجوالك في يدك وخلاص سهل عليك الوصول. عادنت على حسب حركتك وعلى حسب نشاطك الاجتماعي كافة، على حسب تفاعلك مع السناب مع المتابعين، بقدر تفاعلك وبقدر اجتهادك يعني تحصل كم هائل من المتابعين، وبكذا تكون اختصرت على نفسك مسافة طويلة. ممتاز. عبد الله أنت يعني تخصصت في الألوان الشعبية الجنوبية، الخطوة كيف لونها إذا عندك شيء للخطوة؟ الخطوة إن شاء الله اليوم نقدر نغطي لكم أكبر قدر ممكن من الألوان الجنوبية، لأن في الخطوة في المسحباني في اللعب الشهري. الخطوة بنعطيكم بيتين من فلكلور شعبي طبعا. يا لا 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 يا لا لا يا الله، يا لا 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 يا لا لا يا الله، والله جمع نور على نوره، أصيح عند القصر يا هلا الله، والقصر لله والقمر لا الله، والله جمع نور على نوره، قالت من أنت قلت عبد الله، قالت مقامك قلت عند الله، وش راسم أهله قلت طبشورة، قالت من أنت قلت عبد الله، قالت مقامك قلت عند الله، وش راسم أهله قلت طبشورة. سلامتكم، هذا طبعا لون من ألوان الخطوة. ما شاء الله. نرجع لك سيد حسن، يعني لون الخطوة ونستكمل يعني امتدادا للون اللي عرض علينا عبد الله، الخطوة أيضا من الألوان الجنوبية، كيف وصفها للخطوة؟ والله الخطوة هي من مسماها تعتمد على الخطوات، وهي خطوات للأمام وللخلف، وأثناء بعد ما يخلصون القصيدة يبدون يكسرون. طبعا في برضه واحد ماسك الصف كله عند الإشارة حقت الكسرة، سواء بيرفع يده سواء يتقدم قدام شوي عند الصف، يعني الصف يكون كله مركز معه، صح، ويكسرون كسرتين بعدين يرجعون على وضعهم الأول. والخطوة هذه يعني عندنا من الألوان المحببة في المنطقة، يمكن أعتقد هي المميزة والأشهر، صح؟ هي بالألوان المشهورة عندنا في المنطقة، أي. سواء هي سواء العرضة سواء الزحفة، يعني الآن لو تحضرين أي زواج أو أي مناسبة تحصلين يعني ثلاثة الألوان بالإضافة إلى الألوان الثانية من الحاجات الرئيسية اللي تقام في الأعراس في المناسبات وفي الاحتفالات الرسمية. جميل جدا. حنشوف بمناسبة حديثنا عن العرضة، نشوف معكم هذا الفاصل مشاهدينا وبعدها نرجع معكم.
كان موجود ضيفنا حسن أبو الخاع، كنت موجود في هذه العرضة، إيش مناسبتها؟ بالنسبة للقطة الأولى هذه في قرية بن حمسان في خميس مشيط، وكان زوار المنطقة السفير الأمريكي والقنصل الأمريكي. بالنسبة للقطة الثانية كانت افتتاح جامعة في جدة، وحضرها صاحب السمو الملك الأمير خالد الفيصل الله يحفظه، وكنا نأدي لون العرضة ولون المسيرة. لون المسيرة هذا أحد اللون. نعم، اللون الثاني لون المسيرة. على فكرة المسيرة لون من ألوان العرضة، يؤدونها وأكثر ما يقال فيها قصائد المدح، لأنها لون خفيف وإيقاعاتها خفيفة كويسة وألحانه طربية. تذكر شيء من كلماتها؟ والله فيه كلمات، بس أخاف الشعر بعدين أزعلون عليه يقول ليش ما جبت قصيدتي. لكن أذكر مرة أمسي عليه بالخير، الشعار كلهم على عيني وعلى رأسي، والموقف والله ودي أني أذكرهم كلهم بالأسماء. لما جاء الملك فهد رحمة الله عليه في محافظة بيشة وافتتح سد الملك فهد، فكان الشاعر الكبير اللي أمسي عليه بالخير وأمسي على باقي الشعار والإمبراطور محمد بن ثايب، أمسي على الشاعر الكبير سعيد بن هضبان الحارثي، فقال قصيدة اللي لون المسيرة، قال فيها شوف حتى الشاعر يعني جاب التمر وكيف جاب الماء وجاب فيقول فيها أحلى تمر وأحلى ماء التمر من نخل بيشة والماء من سد الفهد. هذه بيتين وهذه ألوان المسيرة اللي أكيد ما حيقاع، أكيد فيها إيقاع وفيها رمي وفيها علوم. ما شاء الله، علوم واجدة ما شاء الله تبارك الله. لازم أكيد. صنعاء عايض نرجع لك، وحكم أنك يعني في العسل لكن ندخل معك في الألوان الجنوبية، يعني وأنت أحد قبائل منطقة عسير، إيش اللي يستويك بكثير من الألوان الجنوبية؟ والله بالنسبة للألوان الشعبية أكثر ما يستوين الخطوة، خطوة القزوعي هذا أكثر شيء استميله وخضره تستويك يعني دائما خضره مشارك. طيب نرجع للعسل أستاذ عايض، يعني لما نتحدث عن ذكرت أنواع كثير، لكن العسل مش فقط لونه أحمر أو مائل للبني، أكيد فيه العسل الأبيض موجود عندكم في المهرجان، ويقال أو سمعت أنه من أجود أنواع العسل. نعم، العسل الأبيض كما أخبرتك عسل جودة وجمال، لا ذوق ولا منظر. وفي عسل أخرى غير متواجدة موجودة في المهرجان، عسل الضرم، عسل الصيفي، والعسل الصيفي عسل جميل حقيقة. إيش يعني العسل؟ نعم، الصيفي إيش يكون؟ زهور كثيرة متعددة، أنواع كثيرة مع هذا النوع. جميل. وهذا العسل دائما يتبلور لما تجمع هذا العسل الصيفي، لأنه من الساحة الضرم، طباقة، الشرمة، زهور كثيرة تجتمع في هذا الزهران هذا الصيفي، ويصير لونها تقريبا ما يقارب الأصفر. نعم، يصير لون أصفر أو يميل شوي لكن شوي قليلا. لا خلية نحل خاصة فيه؟ لا طبيعي نفس النحل، لكن